اولا شنو هي دكتور معتوق؟ هي المعلومه ديال اليوم بسيطه يمكن ما تتعداش دقيقه فوزيه ان شاء الله. هي تتعلق بالتحقق والتاكد من ان شي ملي تيكون العقار محفظ، تاكد من ماذا؟ من ان العقار اللي انا شريته في الوراق، مشينا عند الموثق او مشينا عند العدول او مشينا عند المحامي قبل هذا محكمه النقد ودرنا عقد باش نشري واحد الشقه معينه، هذيك الشقه فين شفتها انا في الاول؟ راه ما مشيتش شفتها في الوراق، فغالبا تكون شفتها في الواقع مبنيه وطلعت لها وقلبتها وفي امل لها وعجبتني ومريحه ودخلها الشمس وما عنديش جيران بزاف ومنها السطح ولا قريبه لتحت الطبق السفلي، المهم جاك الامتيازات اللي كنت نقلب عليها كلها لقيتها. ولكن منين نمشي عند الشخص اللي غادي يدير لي العقد، المهني اللي غادي يدير لي العقد، نرد بالي ونقارن ما بين العقار اللي شفت، الشقه اللي شفت، والعقار اللي كاين في الاوراق، ونشوف واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك، يعني هذاك اللي داخل المحافظه واش هو نفسه اللي انا شفته بعيني. علاش؟ حيت بعض الاحيان كنمشي نشوف واحد العقار كيعجبني وكنمشي انا نشري هذاك العقار، كنمشي نشري وكيتبين لي من بعد بان العقد اللي دوز مع السيد اللي بالي بالي عقار واحد اخر، شقه واحد اخرى. اذا ملي كنمشي انا ندخل لداري وتصابت الشقه صافي تحفظات في سميتي وتكتبات في سميتي، ملي كنمشي كنلقى بانني راسي دخلت شقه واحد اخرى ولا ماشي هذه الشقه اللي شريت. اذا كتلقى راسك معرض لواحد المجموعه ديال المصاريف.